حبينا اليوم 21 آذار أنه نعيد لأمهاتنا في الداخل، هاي الأم اللي قدمت كل شيء الغالي والنفيس. دعينا العديد من الأمهات، أمهات الشهداء، أمهات الجرحى، الأمهات في عيد نهاد، حبينا نقدم لي شيء، حبينا نذكرين أنه هني رمز العطاء، رمز الحنان في هذا اليوم. أنا أم لخمسة أولاد، أربع شباب وصبية. ابني الكبير طبعا اعتقل عند النظام واستشهد لاحقا في سجون النظام، البقية الحمد لله الله يحفظهم ويخليهم، المهجر مهجر واللي بقلب المدينة. طبعا أنا بيوم عيد الأم بشكر منظمة الأمين لهالدعوة الكريمة، وفرحان كتير باحتفائهم فينا كون أن أولادنا مهجرين وما في حدا حوالينا هالأيام. الحمد لله الله عوضنا بشباب وأحرار الثورة، الحمد لله كل طلاب جامعة حلب بيتصلوا فيني اليوم بعايدوني، كتير شباب من أحرار سوريا اتصلوا فيني وعايدوني بمناسبة عيد الأم. إن شاء الله كل سنة وكل أمهات سورية بخير، كل أمهات المعتقلين والمعتقلات، كل أمهات الشهداء اللي ضحوا بولادهم. وما بعرف يعني فرحتي، أنا عم أقول كل عام وكل العالم بخير، بس فرحتي ناصل لأني من زمان ما شفت أمي ومتمنية أني عايدة، بس للأسف هذا الظرف. يعني ما بعرف شو بدي، وإن شاء الله السنة الجاية يكون هالطاغية رايح عن سوريا وتكون سوريا بخير وأمهات سورية بخير.